عودة مشاهدينا، وللمزيد ينضم إلينا أستاذ رامي زهدي خبير الشؤون الأفريقية. أستاذ رامي أهلا بك معنا إلى هذه التغطية الإخبارية. يعني يتحدث عن مشاركة الرئيس في قمة العشرين، مشاركة هامة وتواجد مهم للدولة المصرية، كيف ترى هذا التعاون بين الرئيس عبد الفتاح السيسي متمثل في الدولة المصرية وكذا الهند كدولة كبيرة؟ جمهورية مصر العربية عبر سنوات مضت تجاوزت 10 سنوات مثلت جزء مهم من اتصال افريقيا بالعالم، وكانت مصر دائما حاضرة في مثل هذه التجمعات الدولية، وكانت صوت معبر عن القضايا الافريقية وعن تطلعات الشعوب. الرئيس حضر كضيف شرف ممثلا عن دول نامية ودول افريقية ومحملا بتطلعات هذه الدول. صحيح. وجود مصر في هذا الاطار هو نموذج لتواجد دول الجنوب في مثل هذه التجمعات. يعني أهم إذا استمعت طبعا بالتأكيد استمعت لكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهم ما جاء فيها توقفت عنده؟ الرئيس دائما في هذه الكلمة وفي كلمات أخرى يعمل في إطار دمج اقتصاديات الدول الأفريقية الناشئة في اقتصاد العالم، وأن تصبح أفريقيا جزء مؤثر من العالم اقتصاديا واجتماعيا واستراتيجيا، وأن تخرج مشكلات القارة خارج نطاق القارة الأفريقية، يعني يشعر بها العالم، لأن في السنوات الأخيرة وطالما ينادي الرئيس بأن المشكلات في القارة الأفريقية تنعكس سلبا على كل العالم، وبالتالي يجب أن يتعامل العالم باستراتيجيات جديدة مع القارة الأفريقية لتتيح عمليات المشاركة الإيجابية المبنية على تكافؤ الفرص والندية وعلى التعامل العادل المنصف وسط شراكات تتيح لهذه الدول أن تمضي قدما في خطوط التنمية التي تطمح إليها عبر سنوات طويلة. حضرتك بدأت مستهل كلامك بأنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني متواجد في هذه القمة بصفته أيضا متحدث عن القارة الأفريقية أو الدول النامية، وبالتأكيد تابعت الكلمة الخاصة به بأنه ذكر أن مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب، كيف رأيت هذا التصريح؟ هو أحد الحلول الجذرية التي تطرحها دائما مصر، الحلول المبتكرة. يعني الإدارة المصرية عبر سنوات طويلة في تعاملها مع القارة الأفريقية خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتبنى الحلول الجذرية المبتكرة، ويعلم بأن أزمة الحبوب أو أزمة الغذاء أحد أهم الأزمات التي تعرضت إليها القارة في السنوات الأخيرة، خاصة مع تنامي الصراع العالمي والمشكلات الدولية الاقتصادية، ينعكس ذلك سلبا على أزمة جوع أو سوء تغذية أو نقص غذاء لمعظم الدول الأفريقية. تصدي مصر لفكرة أن تتبنى مركزا للحبوب لتكون جزء من الحل بالنسبة للدول الأفريقية النامية أمر شديد الأهمية، ومصر قادرة وتمتلك الإمكانيات التي تسمح لها بإدارة مثل هذا المشروع. دايما يعني سؤال يبدو أنه مكرر لكنه هام نسأله في يعني مواقف هامة لمصر كهذه، ما هي المكاسب الخاصة بالدولة المصرية؟ المكاسب متعددة، بداية المكاسب الفردية المباشرة للدولة المصرية هي في ذاتها مكاسب للقارة الأفريقية، لأن مصر قوية تستطيع أن تساعد أكثر من للدول الأفريقية أو لعدد أكبر من الدول الأفريقية. مصر عندما تتصدر في المشهد في هذا الإطار من التعاون هي تقدم نموذج جيد ومثالي للدول الأفريقية الأخرى لكيفية إدارة أنماط التعاون مع قوى العالم الغربية. مصر بالمشاركة والمساهمة في إحلال الأمن والسلم في القارة وربما في العالم تساهم في عمليات التنمية سواء في مصر أو في الدول الأفريقية الأخرى، التي ترى في أن مصر الآن هي يعني نموذج ملهم لها لإدارة مثل هذه الإطارات من التعاون. يعني وجود مصر في القمة قمة العشرين في البريكس في غيرها من المحافل الهامة يؤكد على أهمية مصر، وأيضا يخلق لها مساحة وأهمية في طرح أفكار اقتصادية متفردة. ما الأفكار التي توقفت عندها في هذه القمة تحديدا الخاصة بمصر؟ هي الرؤية المصرية عبر السنوات الأخيرة دائما ما تؤخذ بمأخذ الاعتبار والتقدير، وفي الأغلب تثبت صحة الموقف أو الرؤية المصرية في نهاية الأمور، وبالتالي لا يوجد أي إطار من إطارات التعاون أو القمم الدولية أو المشكلات الكبرى في العالم إلا وكانت مصر طرف متداخل فيه بقدر ما. طرح مصر لأفكار عديدة لعلاج الأزمات الاقتصادية في القارة الأفريقية سواء فيما يتعلق بقضايا أو عمليات التمويل العادل والمنصف للدول الأفريقية وعلاج مشكلات الديون، سواء فيما يتعلق بعلاج مشكلات نقص الطاقة ونقص الغذاء بالنسبة للقارة الأفريقية، عملية الدمج الاقتصادي للدول الأفريقية في اقتصاديات العالم
وتقديم أفريقيا ككتلة اقتصادية وسياسية في العالم هو أحد الحلول لأزمات القارة، لأن عندما ينظر للقارة بأنها كتلة مؤثرة سياسيا واقتصاديا سوف يساهم ذلك كثيرا في فرص حل الأزمات الكبيرة أو المشكلات المزمنة في القارة الأفريقية. أيضا الرئيس السيسي أستاذ رامي عقد العديد من اللقاءات في هذه القمة أو على هامش أعمال هذه القمة، منهم رئيس الوزراء الياباني، أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية، يعني رئيس جنوب أفريقيا، أيضا الكثير من الشخصيات الهامة. كيف ترى هذه اللقاءات أيضا؟ لأن هذا بند مهم. هو نمط دائم للإدارة المصرية في إدارة يعني حضورها لمثل هذه القمم. الرئيس دائما يعني يكون جاهز أو تكون مصر جاهزة بأجندة عمل ولقاءات ثنائية مرتبة ومعدة مسبقا، يعني وواضح بها موضوعات مهمة للتفاوض أو للحديث بشأنها. وبالتالي في كل هذه القمم أو القمم المشابهة الرئيس يستثمر كل دقيقة في هذه القمم من أجل يعني فرصة إدارة أمر ما أو قضية ما أو تبادل الرؤى مع إحدى الدول الصديقة التي تكون حاضرة في مثل هذه القمة. صحيح صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ رامي زودي خبير الشؤون الأفريقية، كنت معنا لتحليل وتفنيد المكاسب الأهم وما حدث في مجموعة قمة العشرين. شكرا جزيلا لك.